إيش قاركم اليوم كان نعملوا كفتة نزلي؟ تنويش اليوم جبت لكم الرسيت باش تنقصوا من الزيوت، تعملوا حاجة ياسر بنينة سهلة. مرحبا بكم في دبارة خفلف. شكون فينا ما يعملش الكفتة مرة ولا مرتين في الشهر؟ تلمون حبوها التوينز الكل بنينة كل مرة، مرة نعملوها بالطن، مرة بالسردينة، مرة بالنزلي، كل مرة نعملوها بحاجة. اليوم باش نعملو كفتة نزلي على طريقتي انا، باش نعملوها في القلية الهوائية اللي هي الاير فراير. شنو هذا؟ تعطيك نفس الفي متاع القلية العادية اما باقل زيوت. دونك اليوم باش تشوفوا على طريقتي انا، جربتها جات ناجحة، باش نودكم بها. يلا شنو باش نستحقوا للكفته نتاعنا؟ لانغريديون برينسيبال اللي هو النزلي. عندي كعبتين كبار باش نطيبهم من بعد. هنايا عندي بطاطا مهروسه وحطيت معاها بصل، معدنوس، شويه ملح، شويه تيبل، ومعاهم شويه كمون. هنايا عندي فرماج غابي، شويه هريسه عربي، فرينه باش نكفن بهم الكفته نتاعي، كعبتين عظم، وباش نستحق دومات كونكاسي هذيا نتاع صبره باش نعمل بها الصوص اللي تجي مع الكفته. يلا الحاجه الاولى اللي باش نبداو بها الكفته نتاعنا. اليوم باش نعملو كفته بالنزلي. دونك النزلي نتاعنا هذا عندي كعبتين كبار، هوني عندي الماء يغلي، باش نجي ونحط الكعبتين نخليهم يغليو شويه يتيبوا ومن بعد نحيهم. انتخطو انا تو باش نجيب صحفه باش نحط فيها الفارس وكل شيء، حتى كشي يتيبوا الكعبات النزلي. اما المره هذه مانيش باش نقليوها الكفته، باش نعملوها في الاير فراير. هنايا عندي اكل بطاطا اللي مفوحه بكري وريتها لكم، رفستها وزدتها كمون تيبل وملح ومعاهم شويه بصل وشويه معدنوس. دونك هذه الكل باش نحطو هكا. خذيت هكا شقاله كبيره باش نجم نحط فيها، حطيت فيها شويه فرماج، حطيتوها شويه هريسة، شوية فلفل أحمر، يلا توا نستنى النزلي ديجا قاعد يبقبق تويكا باش نحي من الماء نتاعو ونزيدو للواحد. هنايا بردتك كعبيت النزلي نتاعي وتوا اوغوزمون هذي ما فيهش برشا شوك، دوكو ما يقعدش برشا معناتها في التنقية نتاعو. كها نورمالمون امورنا واضحه، نكمل الكعبه الاخرى وكها تويكا الفاخس هذا الكل باش نلمو بالعظم. نشي ناخذ كعبه وعيني ميزان لازم هيش تكون نورمالمون كعبه بركه تكفي باش ما تجينيش ياسر جيريه، خاطر مانيش باش نعملوها بريك. قاعدة نشكل في كعبيت الكفتة متاعي وطلعت الاير فراير، خاطر اليوم باش نعملوهم في الاير فراير. بنقص زيوت ويجيونا مزيانين وتحفونيين. جست نحطوهم هكا في الفارينة باش يجيونا مشكلين باهين ونبداو نقليو فيها. باهي هوني باش نحط شوية بابي كويسون ونعمل هكا بالزيت، وباش نحطهم يتيبو كيف كيف. باش نحط كعبات الكفته تويكا يتيبو في الاير فراير ومن بعد ندخل الاخرين حتى نكمل الكونتيتي الكل. دونك هوني باش نعمل الشكشوكه نتاعي، حطيت زيت ثوم وهريسه خليتهم يتقليو، باش نزيدهم شويه تيبل وباش نحط معاهم الطماطم المدشه نتاع صبره.
مل روسيت اون بلوس صحيه. نقصنا من القليين حطيناها في الاير فراير قرموشه كاو لازمني نذوق. شو من الاخر امبوسيبل نودكم ولا نجيب لكم روسيت ماهيش ناجحه وانا ما جربتهاش. البنينه تشره نقصنا من الزيوت خفيفه بارابور معناتها للقليين وكل شيء. الميلونج نتاع النازلي والهريسه والكل بنين على الاخر. جربوا الروسيت ماكمش باش تندموا. وكل عاده كان ما خلطوش على الحلقه باش تلقاوها مفسره عشان يوتيوب تنويشه والا نسمه كويزين. تشاو.